والله احنا نعيش واحد الاجواء احتفاليه ورانا قايمين بالحمله خاصه في الشوارع في المقاهي في الاسواق نلتقي بالجاليه الجزائريه حتى في الاحياء الجواريه، وهذا اللي خلانا اعطينا ديناميكيه جديده في الاسبوع الاخير من الحمله بعد اكمالنا للتحضيرات الجيده والتي اكتملت بهذا الاسبوع، والحمد لله راه دينا مبانو في الميدان، بداو كذلك حتى في لي ريزو سوسيو رانا كذلك موجودين بقوه، ورانا الحمد لله قايمين بحمله تحسيسيه من نوع خاص مع الجاليه الجزائريه لدفعها لتقوم بواجبها الانتخابي من 2 الى 7 سبتمبر ان شاء الله المقبل. نعم ما احنا مازلنا مستمرين حتى يوم الاحد ان شاء الله، ورانا نعيش اليوم الحمد لله اول تجمع بضواحي باريس، وغدوه ان شاء الله يكون عندنا تجمع كبير بمدينه ليون، ويوم السبت يكونوا تجمعين، تجمع في باريس وتجمع بمارسيليا، ويوم الاحد يختتم هذا العرس ان شاء الله بتجمع كبير اوروبي بمدينه ليل بشمال فرنسا، واحنا كلنا امل وعزم باش تنجح هذه العمليه ان شاء الله حتى يكتمل العرس الجزائر بانتخاب سيد الرئيس السيد المرشح عبد المجيد تبون يوم 7 سبتمبر، ويكون ان شاء الله بنسبه مئويه كبيره تشرف الشعب الجزائري وتشرف الجزائر كذلك. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.